تظل المرأة البحرينية نموذجا متميزا في مسيرة العطاء الوطني من خلال ما تحققه من إنجازات ومكتسبات، وهو دليل على تحضر المجتمع البحريني وسناده إلى تاريخ عريق من الوحدة. وتعد الشرطة النسائية بوزارة الداخلية أحد المظاهر المتحضرة لمسيرة إنجاز المرأة البحرينية. تمثل المرأة البحرينية رمزاً مشرفاً للمجتمع وعلامة من علامات تحضره من خلال ما قدمته من إنجازات وحققته من مكتسبات، وسعيها المستمر لتكون عضواً فاعلاً في مسيرة العطاء التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وما حققته المرأة البحرينية في السنوات الأخيرة يؤكد أنها تعيش أزهى عصورها في عهد جلالة الملك، وأن ما أهلها لتحقيق الإنجازات ما تلقاه من دعم ورعاية واهتمام من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، كما أشيد بدور سموها في النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها في مختلف المجالات، وأثني على أقوال سموها بأن يوم المرأة البحرينية هو تذكار وطني لتقدير وتكريم العطاء المخلص من نساء الوطن. أتقدم بالتهنئة إلى كل امرأة بحرينية في وزارة الخارجية ونفتخر بها وبالمناصبة التي تقلدتها. إنما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة مرموقة جاءت تأكيداً لنهج العدالة والمساواة في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ولا ننسى الدور البارز الذي تقوم به الشرطة النسائية وتضحياتها، حيث لم تمنعها الظروف الاستثنائية الصحية التي تعيشها مملكة البحرين من القيام بدورها في مختلف المواقف، حيث كانت من الصفوف الأمامية اللي شاركت في سباق جائزة البحرين لطيران الخليج الفورمولا 1، ملتزمين بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة مرتادي الحلبة. كل التقدير والامتنان لها. وختاماً وهنأ كل امرأة بحرينية قرأت وتعلمت وشاركت، والله يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعوام عديدة بإذن الله تعالى. ولذلك يبرز عطاء المرأة البحرينية في العديد من مجالات العمل، وهو أمر تعتز به وزارة الداخلية وتعبر عنه الشرطة النسائية بأداء واجباتها التي تحظى بتقدير مجتمعي واضح. وقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في العديد من إدارات وزارة الداخلية، ولذلك فإنها تستحق التكريم والدعم لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز.